أنا سريعاً مطلوب مني إن أنا في 15 دقيقة أحكي لكم رحلة 50 سنة. أنا أحكي لكم رحلة من وأنا عندي 3 سنين لحد ما عندي 53 سنة. رحلة الحمد لله كلها حول انكسارات، بس قدرت أحول كل الانكسارات لحاجة كلها سعادة وفرح. حاولت أحول كل الانكسارات إنها طول الوقت في المكان اللي أنا فيه أحاول أخلي الناس بتضحك، المكان اللي أنا فيه أحاول أخلي الناس كلها مبسوطة. فخليني أحكي لكم قصتي من وأنا صغير خالص. من وأنا صغير خالص وانا عندي 3 سنين او 4 سنين لما كبرت شويه بدات العلاقه بيني وبين اخواتي تتوتر زي اي اخين في البيت او اي 3 اخوات في البيت. فكان دايما امي تقول لي لما اعمل مشكله مع اخوك الكبير تقول لي معلش اخوك الكبير. فعدي المشكله دي واعمل مشكله مع اخويا الصغير تقول لي معلش اخوك الصغير. ففضلت طول الوقت انا وانا في المتوسط كده لقيت كلمه معلش دي كلمه بتريح جدا. وانا عندي 3 سنين عرفت كلمه معلش دي كلمه حلوه جدا وبدات اتعامل بكلمه معلش دي طول الوقت بس بطريقه ايجابيه. ما بقتش سلبي بس حاولت ابقى ايجابي. خليني اوصل برضه لمرحله ثانيه. لما عندي حوالي 7 سنين فجاه في نفسي كده لقيت نفسي بحب قوي التجاره. فكنت بنزل انا ساكن في الزمالك سعودي كان جنبي كنت بنزل اشتري شوكولاتات واطلع احطها قدامي مصروفي كله واخواتي كلها وامي وابويا يجي يشتروا مني الشوكولاتات. كنت بكسب كتير او كنت بكسب كتير. كنت بكسب 1 جنيه في الاسبوع يعني 4 جنيه في الشهر. وانا كان مرتبي او مصروفي كان 7.5 جنيه فبقيت بعمل في الشهر 11.5 جنيه وانا لسه صغير. لقيت فكره التجاره دي عجبتني شويه فلما كبرت قلت هخش كليه التجاره بس للاسف جبت 53%. ما كانش عندي حظ اخش كليه التجاره بس قلت 53% لما حد يسالني انت جبت كام؟ اقول له جبت 90%. ايه ده بجد والله؟ اقول له بس كان في تخفيضات 47% بقت 53%. عرفت احول كمان دي لابتسامه واخلي الناس ما يقولوش عليا فاشل يقولوا عليا دمه خفيف. بس اعمل ايه بال 53%؟ دخلت حاجه اسمها جامعه بيروت مش عارف يعرفوها ولا لا. جامعه بيروت دي كانت جامعه فاتحه في اسكندريه كنا بناخدها نعمل سنه وبعدين نحول لجامعه عين شمس وبعدين نحول بعد كده لجامعه القاهره. فانا خدت اول حاجه خدت بيروت وبعدين دخلت على جامعه عين شمس وبعدين حولت كليه التجاره وتخرجت من كليه التجاره واشتغلت في المحلات بتاعتنا. عندنا محلات في مكاله البلح بنبيع ويرات وجنزير وحبال وانا عندي 2 عمام واب وجدي موجودين في المحل تجار كبار ليهم اسم معروف. فلما رحت اقترحت عليهم ساعتها ايه رايكم يا جماعه ان احنا نستورد من الصين؟ الكلام ده كان سنه 88. قالوا لي الصين انت عايز تضيع الفلوس اللي عملناها كلها يا هشام فكرك مش هينفع معانا. بصيت لابويا قال لي معلش. قلت له اوكي يا بابا وخرجت من المحل. انا مش عارف ساعتها كنت هعمل ايه بس كنت مبسوط قوي لان قلت ده مش مكاني اكيد ربنا كاتب لي حاجه احلى اكيد ربنا كاتب لي حاجه الذ. وفعلا اخويا قال لي الله طب ما تخش مع السينما. قلت له ايه؟ قال لي نمره 1 يتخش بالكليه بتاعتك يتخش بالمجموع بتاعك. قلت له يفرق في حاجه؟ قال لي لا مش هيفرق في حاجه. ده نمره 1. نمره 2 خش انتاج لان الانتاج شبه التجاره. عجبتني الفكره. قدمت مع السينما ما كانش في دماغي خالص تخش مع السينما. لما دخلت مع السينما اجتزيت الامتحان الاولاني والثالث لحد ما دخلنا الانترفيو. في الانترفيو في 3 دكاتره قاعدين. واحنا كنا 3 بتخش في الانترفيو. ريهام اللي بقت مراتي بعد كده اللي انا مسمي الشركه باسمها عندي شركه اسمها هامه فشركه هامه هو اسم مراتي. وواحده ثانيه كانت داخله معانا زميلتنا قعدنا احنا 3. فالدكتور بصفه ان ريهام باباها دكتور في المعهد ومامتها دكتوره المعهد ريهام مراتي قال لها ريهام لو اديتك 50,000 جنيه تعملي بيهم ايه؟ قالت لي يا دكتور مش هيكفوا ان انا اعمل بيهم فيلم بس هعتبر انها صرف التوزيع همضي ممثلين وانتج فيلم بصرفة التوزيع. ريهام الثانيه قالت اللي هتعمله ريهام ده خطر قوي. انا رايي ان انا نعمل فيلم تعليمي موجه عن الكاراتيه والتايكوندو. والثلاث حاجات دول احنا كنا مذاكرينهم، مذاكرين ان احنا يا بنعمل صرف التوزيع يا بنعمل فيلم موجه لتعليم الكاراتيه او تايكوندو. فانا حتى ما سبتليش التايكوندو عشان اخش اقول تايكوندو، يعني خلاص انا كده الحمد لله. بس الدكتور اداني فرصه لطيفه قوي وقال لي وانت بقى لو اديتك 50,000 جنيه هتعمل ايه؟ قلت له حد حضرتك 25,000 جنيه تدخلني المعهد واذا ما دخلتش معايا ال 25 التانيين. ودخلت معهد السينما. لما دخلت معهد السينما كان حظي حلو قوي لاني اشتغلت مع اعظم الناس. اول فيلم اشتغلته كان فيلم الهروب لعاطف الطيب، بعد كده المواطن المصري لصلاح ابو سيف، بعد كده مرسيدس ليسري نصر الله، اخلام صغيره لخالد الحجر، وعملت مع استاذ يوسف شاهين المهاجر والمصير والاخر وسكوت هنصور. بس بنوتي تمت ساعتها 7 سنين. فقررت ما اعملش بوس في افلامي. لان لما اخش الفيلم والفيلم اللي باباها عامله ناس بتبوس بعض يبقى انا موافق. فقلت ما خليني ابقى رقيب نفسي. ومن 2001 عملت كل الافلام اللي انا بزعم ان كلكم بتحبوها. عملت 55 اسعاف
ميدو مشاكل، زكي شان، ظرف طارق، الباشا تلميذ، تيتو، وانتجت الاحمد مكي في الاخر اتش دبور وطير انت. من وجهه نظري فيلمين حلوين قوي. في الحلقه دي قررت ان اغير اسمي من هشام سليمان لهشام سينيمان عشان بحب السينما قوي. وبعد كده حبي للسينما خلاني شغوف ان اعمل اول حاجه للسينما هو متحف السينما المصريه. تعالوا نشوف مع بعض. رمضان يا سكري. نعم الله عليك. احنا كل اسعاف. وانا اللي رديت على حضرتك في التليفون. اسمك ايه؟ نوار. انا كده كده رايح في داهيه ومبقاش عندي حاجه ابكي عليها. لو ده هيثبت لك اني انك ايه؟ إذا كان حلال أدينا بنشربه، وإذا كان حرام أدينا بنحرقه. حلمي الاولاني اللي بحاول ان يبقى للسينما المصريه ليها متحف. فقدرت اجمع من السينما المصريه حوالي 14 كاميرا من الافلام كلها اللي اتصورت في السينما. مصر تملك 32 كاميرا، انا بقيت املك منهم 14. ده نمره واحد. نمره اثنين، كل التليفونات اللي طلعت في السينما جمعت معظمها، كل الراديوهات اللي طلعت في السينما جمعت معظمها، كل التلفزيونات اللي طلعت في السينما جمعت معظمها. بقيت بملك الحمد لله حاجه ازعم انها حاجه كويسه هتفيد كل الاجيال الجايه ان شاء الله. ده الجزء، ده الحلم الاولاني. لكن الاحلام بتاعتي ما وقفتش عند كده. الأحلام بتاعتي إن أنا قررت أعمل حاجة أهم. اهتميت شوية بملف اسمه ملف القدرات الخاصة. أنا كنت من شهر بس رئيس شبكة قنوات دي إم سي. بس أنا دلوقتي مش رئيس شبكة قنوات دي إم سي، بس لسه مهتم بملف القدرات الخاصة. ليه اهتميت بملف القدرات الخاصة؟ أنا جاي مخصوص عشان أحكي لكم القصة دي، لأنها القصة بالنسبة لي من أهم القصص اللي ممكن الواحد يقابلها في حياته. والقصة دي هتفرق مع كل واحد فينا هو بيفكر، كل واحد فينا لو حط حاجة في دماغه وسمع القصة بتاعتي دي أكيد هيفكر أكتر من مرة. أنا ربنا كرمني في 2004 وفتحت الشركة بتاعتي، شركة كبيرة وبزعم إنها كبيرة لأنها من وجهة نظري كويسة لأول واحد بيفتح شركة بمساحة 400 متر، ودي شركة بالنسبة لي شركة إنتاج شكلها لطيف قوي. ولحد 2016 والدنيا ماشية بالنسبة لي كويس قوي، لحد ما ربنا كرمني أكتر وفتحت شركة تانية 700 متر على شقتين. بس للأسف ال 700 متر دول كانوا على اتنين ليفل. وبقول لكم ليه للأسف؟ لأن أنا عندي زميلة ليا بتشتغل معايا في المونتاج كانت حصل لها حادثه بتحرك بكرسي متحرك. فبالظبط اللي حصل كده، بعد ما وديت عقد الشركه وانا ماشي في الشركه مبسوط بنفسي قوي، ببص على الثلاث سلالم اللي قدامي في الشركه قلت يا نهار ابيض ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ ازاي ما فكرتش فيها ولو لحظه واحده؟ ازاي هشام ما فكرتش ولا لحظه ان السلالم دي بتضايقها؟ وفعلا كانت بتضايقها، كل ما يجي حد من الاولاد بيشاريوها بتوع البوفيه او حد من زمايلها بيطلعها الثلاث سلالم دول عشان تخش اوضتها، كانت فعلا بتحرج وبتتضايق. وانا كنت باخد بالي الموضوع ده، قلت يبقى هعمل رامب. وجبت الراجل بتاع الرامب عشان يعمل لي رامب. جه الراجل قال لي مش هينفع، ايديها ضعيفه قوي، المسافه لورا مش هتنفع انها تطلعها. قلت له تعمل ايه؟ قال لي في حاجه لطيفه حضرتك شوفها في اونلاين، احنا نازلين على الصفحه بتاعتنا اسانسير صغير مساحه مربعه صغيره، حضرتك هتطلع هي تقف عليها بتدوس على زرار يطلعها كده، بتعمل دراع كده بيطلعها على الثلاث سلالم دول. حسيت ان اختراع عبقري. قلت له بكام؟ قال لي ب 11000 جنيه. قلت له نعمله. وفعلا اليوم اللي كنت بعمله فيه هي دخلت عليا من الطرقه، انا فاكر اللحظه لحد دلوقتي. دخل عليا من الطرقه قالت لي يا بص بتعمل ايه؟ قلت لها بعمل حاجه كده. وانا جوايا ثقه اني بعمل حاجه عظيمه. قالت لها بجد والله بتعمل ايه؟ قلت لها بعمل حاجه كده. قالت طب عايزه حضرتك دقيقه. قلت لها دلوقتي؟ قالت لي اه دلوقتي. رحت لها قلت لها ايوه مالك؟ قالت لي انت بتعمل لي حاجه صح؟ قلت لها اه صح. قالت طب ليه؟ قلت لها عشان لاحظت ان انت بتتضايقي ان هم بيشيلوكي. قالت لي اقول لحضرتك حاجه ما تزعلش مني. الكلام ده كان في 2016. اتفضلي. قالت لي ليه حضرتك خدت بالك من الثلاث سلالم دول وما خدتش بالك من الثمان سلالم اللي تحت؟ ليه حضرتك ما خدتش بالك ان الشركه اللي فاتت كان عندنا 10 سلالم تحت؟
ليه حضرتك عمرك ما سألتني أنا باجي من بيتي إزاي وبنزل إزاي وبركب التاكسي إزاي بوصل لحد هنا إزاي؟ ده كان الألم اللي فوقني. ساعتها بس عرفت إن أنا ما عملتش أنا عايز أعمل إيه للناس، أو أنا قرر أعمل إيه للناس، لازم أقعد مع الناس وأسألهم. عشان كده في وقت من الأوقات لما ربنا خلاني في مكان زي دي إم سي وعندي الفرصة إن أنا أسأل رحمة خالد المذيعة اللي كلكم عارفينها الداون سيندروم. رحمة على فكرة خريجة كلية السياحة، قلت لها يا رحمة أنت بتحلمي تبقى إيه؟ قالت لي أحلم أبقى مذيعة. أنا كنت متخيل رحمة هتقول لي أحلى من شركة سياحة أروح في أي حتة بالآثار، وفي ثانية كنت هرفع سماعة التليفون على أي شركة سياحة من صحابي وأقول لهم يا جماعة شغلوها. بس لما رحمة قالت لي عايزة أبقى مذيعة قلت لها رحمة هدربك لمدة سنة، لو كنت قد الموضوع ده إحنا كمان هيبقى قده. وفعلا رحمة اتدربت لمدة سنة وبقت أحسن مذيعة عندنا في دي إم سي، بلاش أقول أحسن، من أحسن مذيعات في مصر كمان، لأنها مذيعة بقدرات خاصة، مذيعة داون سندروم، مذيعة بتطلع برامج هوا، مذيعة بتقدر تاخد تليفونات على الهوا وتستقبل تليفونات على الهوا وترد. فده أول حاجة اكتشفتها، الناس قال الناس عايزين إيه. عشان كده أستأذنك ممكن نشغل الفيديو التاني. الفيديو التاني ده أهم، لأن الفيديو التاني ده هيبقى حلم تاني بحاول أحققه، وإن إحنا نحقق لسبعة ونص مليون أصم وضعاف سمع ان احنا نعمل لهم صوره مختلفه على التلفزيون. فقررت اعمل فيديو واجيب الناس. بعد ما عملت الفيديو جبت حوالي 20 واحد كلهم صم وقعدوا قدامي، قلت لهم لو سمحتوا هفرجكم على فيديو وقولوا لي رايكم في الفيديو ده، وانا قاعد برده بمنتهى الفخر. طبعا بتقول لكم اهلا وسهلا، انا فيروز مترجمه لغه الاشاره، وانا هنا اسمي هشام سليمان رئيس شبكه قناه دي ام سي. اللي عايز اقوله لكم ان احنا في دي ام سي قررنا نعمل لكم قناه على اليوتيوب وصفحه على الفيسبوك عشان تبقى ليكم انتم مترجمه فيها برامجنا ومترجمه مسلسلاتنا. أنا اسمي هشام سليمان رئيس شبكة قناة دي ام سي. يسعدنا وشرفنا في دي ام سي إننا نعمل قناة على اليوتيوب صفحة على الفيسبوك للصم وضعاف السمع. هنختار فقرات من برامجنا ونترجمها لكم بلغة الإشارة، وكل يوم هنحط فيديوهات لأجزاء من برامجنا أو هنصورها لكم عشانكم مخصوص. حاجة تانية عايز أقولها لكم، إحنا هنختار من 27 محافظة شخصيات مختلفة منكم في مجالات مختلفة عشان تظهر قصة نجاح. للأسف دي الغلطة التانية، إن أنا برضو عملت اللي في دماغي. برضو كنت فاكر إن أنا شاطر قوي، إن أنا في الآخر عايز إيه؟ هشرح للناس وجايب البنت بتاعت لغه الاشاره واتكلم معاهم وكلهم موجودين واقول لهم انا عايز اعمل ايه، هجيب لكم وهوريكم انا صايع قوي، انا احسن واحد في مصر، ده انا اللي ماليش حل. بس للاسف بعد ما خلص الفيديو ده بصيت على وجوه الناس كلها، لقيت كل وجوههم مصفره جدا. ال20 واحد الصم دول عندهم حاله غريبه جدا. فقلت البنت في ايه؟ فقالت لهم في ايه؟ قالوا لي ادينا الامان. قلت لها طبعا اديهم الامان، ايه اللي حصل؟ قالوا لي هم مش فاهمين ليه واحد لابس زونت عسكري وبيهددنا، عمال يقول لنا هعمل فيكوا وهسويكوا وهطحنكوا وهوريكوا وبتاع. عشان كده اكتشفت ان انا بتكلم بايدي اكتر من بتكلم بالبقي، وعمال اتوعد للناس اقول لهم هوريك انت، ومش بس كده وهعمل معاك وهعمل وهطحنكوا وانا بالقوه بتاعتي. فلما جيت عملت الفيديو تاني، أنا اسمي هشام سليمان رئيس شبكة قناة دي ام سي. يسعدنا وشرفنا في دي ام سي إننا نعمل قناة على اليوتيوب صفحة على الفيسبوك للصم وضعاف السمع. هنختار فقرات من برامجنا ونترجمها لكم بلغة الإشارة، وكل يوم هنحط فيديوهات لأجزاء من برامجنا أو هنصورها لكم عشانكم مخصوص. حاجة تانية عايز أقولها لكم، إحنا هنختار من 27 محافظة شخصيات مختلفة منكم في مجالات مختلفة عشان تظهر قصة نجاح. فاكتشفت للمرة التانية إن أنا برضو قررت أعمل أنا عايز إيه وأفرضه على الناس. عشان كده كان قراري بعد كده إن أنا لأ، انتوا شايفين الزونت، حتى الزونت بالنسبه لكم كان فيه مشكله، يعني حتى دي كمان انا ما كنتش واخد بالي منها، يبقى لازم نعمله بعد كده ان احنا ناخد بالنا الناس عايزه ايه. عشان كده انت حضرتك لما تيجي في اي مكان انا موجود فيه، نمره واحد بحاول اخلي الناس كلها مبسوطه بالغصب، وبقول الغصب ناس كتير دلوقتي شافوني ان اكتر حاجه بحاول اعملها ان اسيب ابتسامه على وش الناس. اي حد بيحاول يعمل حاجه بحاول عندي دايما بخلي زياده حته ما عندي ابتسامه. طب يا هشام انت وقفت عند كده بس؟ لا، قررت بعد كده ان انا اساعد ازاي الناس دي، فقررت اعمل لهم اغاني. فكتبت اغنيه لدنيا سمير غانم مع الشاعر محمد ابراهيم اسمها نفس الحروف. دوروا على اغنيه نفس الحروف، معانا خمسه من القدرات الغصه، خمسه دول كان معايا اثنين بيغنوا، واحد توحد، واحد كفيف، واحده بتعزف فلوت كانت داون سندروم، واحد بيغني داون سندروم، وبنت قعيله. اتفرجوا عليهم الخمسه دول قد ايه كلامهم مؤثر، قد ايه الكلام اللي موجود في الاغنيه دي يخلينا كلنا عندنا امل. بعد كده سالت رضوى المذيعه بتاعتي في دي ام سي، مذيعه كفيفه، قلت لها رضوى ايه اللي بيضايقك من الناس؟ قالت لي بيضايقني من الناس
انهم طول الوقت عارفين انها كفيفه بس ما يعرفوش انها بسمع. قلت لها مش فاهم. هي يفضلوا يقولوا يا عيني يا خرابي ما بتسمعش ما بتشوفش يا عيني ما بتشوفش، وانا بسمع الكلام ده فبيأثر فيا. فلما بقيت المسافه اللي بمشيها من نقطه الف لنقطه جيم بتوتر جدا لدرجه انها بقع في المسافه اللي طول الوقت حافظاها وماشيه بقعد فيها. فانا لقيت الكلام اللي قالته رضوى ده ينفع كلام اغنيه، فقلت في الاغنيه بتاعتي يا ريت برده تشوفوا الاغنيه عشان ما اضيعش وقت التوك كله، اسمعوا الاغنيه دي هتلاقوا كلامها كده. بعدين كتبت الاغنيه الثالثه عن الداون سندروم. الداون سندروم دول لما بيتولدوا طول الوقت عندهم عمر قصير، والعمر القصير ده طبعا ربنا بايده العمر كله. فلقيت ان الدنيا الحياه ايه غير كلمه وحدوته، كل واحد مننا ليه فيلم نهايته محطوطه، كلنا مش هم بس اللي عندهم وقت معين، احنا كمان عندنا وقت معين. ده اللي عملته الجزء الثاني. الجزء الثالث بدات اكتب كتب وكلها للخير. عملت كتاب اسمه حدث بالفعل، كل كتاب كوميدي. انا عايزكم انصحكم تشتروا الكتب دي لانها كلها كتب كوميديه بتضحك بتدخل السعاده فيك طول الوقت. الكتاب الاولاني اسمه حدث بالفعل، العائد بتاعه يروح لمستشفى اهل مصر لعلاج الحروب بالمجان. الكتاب الثاني كان اسمه نهارك سعيد يومك بيضحك، العائد بتاعه بيروح لملتقى اولادنا ذوي القدرات الخاصه. الكتاب الثالث اسمه 100 نصيحه ونصيحه، العائد بتاعه بيروح لمصر الخير. الكتاب الرابع هتلاقي ورق جنبكم اللي انا طلبت منكم تكتبوه، كل ده الكتاب الورق ده بتاع النصايح اسمه 1000 نصيحه ونصيحه. مصر بتخش بالكتاب ده موسوعة جينيس للأرقام العالمية، هيبقى أول كتاب في العالم بيكتبه 1000 كاتب. ده نمرة واحد. تاني حاجة إن كل واحد منكم بيشارك في كتاب، مش بس كده، أنت مش بس بتكتب كتاب، أنت كمان بتاخد ثواب. حطوها في دماغكم يا جماعة، وأنا عايز منكم نصايح، عايزكم تجمعوا النصايح دي، واللي عنده نصيحة يقولها، واللي عنده نصيحة من واحد صاحبه يكتبها، اللي عنده نصيحة من أب من أخ من أخت، اكتبوا لي كل النصايح وتعالوا نجمعها كلها مع بعض ونتبرع بيها لمستشفى بهية عشان يمكن نعالج اي واحده ست امنا او اختنا او بنتنا. ده الحاجه كمان اللي عايز اقولها لكم. واخيرا الاحلام بتاعتي ما بتخلصش. لازم اقول لكم الكلمه الاخيره اللي احب انهي بيها، ان الحلم مش اللي انت بتنام عشان تحلمه، الحلم اللي انت تقوم عشان تحققه. وحاجه كمان بقى عشان انهي بالاخر، لما سالت بتوع المهرجان هو انا صورتي مش موجوده ليه هنا، كانت الاجابه بالنسبه لي معلش انت الكبير. شكرا.